السلام عليكم. في لعيبة في نادي الزمالك المفروض انها متبقاش موجودة خالص الفترة اللي جاية، لعيبة عليها اجماع من جمهور نادي الزمالك، لعيبة اعتقد ان اسامة نبيه تحديدا وليس كارتيرون هيكون ليه دخل ان هو يبعدهم الفترة اللي جاية عن التشكيل الاساسي. كل ده هتعرفه في الحلقة دي، هتعرف مين اللعيبة دول وهتعرف مين كمان بدلائهم اللي المفروض يلعبوا عليهم. خليك معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. لو انت زملكاوي واول مره تتفرج علينا فاكيد يسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. بعد المهزله اللي احنا شفناها في مباراه الزمالك والاهلي والهزيمه المغزية والمذلة من الاهلي 2-1، مش مغزية ومذلة عشان خاطر الاهلي نادي صغير، ولكنها مغزية ومذلة عشان خاطر انت اتغلبت يعني بالبدلاء بتاع النادي الاهلي اللي كان غايب من التشكيلة الاساسية بتاعته 6 لعيبة من ال11 لاعب. تخيل 6 لعيبة من ال11 لاعب: محمد الشناوي 1، محمد هاني 2، ياسر ابراهيم 3، علي معلول 4، حمدي فتحي 5، جونيور اجاييه 6. 6 لعيبة أساسيين من ال11 لعيب. الأهلي امبارح لعبك ب5 لعيبة أساسيين وقدر ان هو يكسبك وقدر ان هو يتفوق عليك بالبدلاء وبحارس مرمى يعني ما لعبش الموسمين اللي فاتوا دول الا مباراة او مبارتين، وبالعكس انت خليته نجم وصد ضربة جزاء وهو علي لطفي. في البداية لازم يكون في خارطة طريق جديدة، لازم تكون في قرارات نارية، لازم تكون في قرارات لتصحيح الوضع اللي جماهير نادي الزمالك مش هتقبله. كفاية بقى اللي بيحصل فينا، كفاية عزل مجلس إدارة، كفاية اللي بيحصل مع المستشار مرتضى منصور والتسيب اللي حصل في نادي الزمالك والهرج والمرج بسبب ان مفيش إدارة حازمة وحاسمة. كفاية بقى كل ده، وتعالوا بقى ايه يعني جمهور الزمالك مش هيسمح بحاجة تاني. في كام لعيب لازم انهم يكونوا برا الزمالك اليومين الجايين، بره الزمالك يمشي مع نهاية الموسم في 60 داهية، يقعد على دكة البدلاء. دكة البدلاء هتنور وهترحب بيه. أول لعيب من اللعيبة اللي أنا بتكلم عليهم وهو محمود عبد الرحيم جنش. جنش اللي اتكلم على زميله أبو جبل، جنش اللي لعب بالعافية وبالدراع وبالقوة في نادي الزمالك بعد ما كان أبو جبل متألق وكان شايل الزمالك لمدة موسم ونصف أو موسمين. فأبو جبل زميله قعد ينفسن فيه لغاية ما لعب، وبعد ما لعب بعم جنش اتكلم بقى على زميله وقال إن محمد الشناوي هو أفضل حارس في مصر والفيلم اللي احنا عارفينه ده كله. فجنش رغم كده لعب. طب انت بعد ما لعبت هل انت بتقدم قناعات لجمهور نادي الزمالك او للمدربين اللي بيدربوك؟ للأسف انت ثغرة واضحة، انت اهداف بتخش فيك بمنتهى الخزلان، اهداف ما تخشش في حارس مرمى صاعد. فجنش هو البداية، جنش اول لعيب لازم يكون خارج تشكيلة الزمالك خلاص من المباراة القادمة بتاعت الانتاج الحربي يوم الخميس. وابو جبل بقى هو اللي يتولى المسؤولية مكانه، وعواد يكون هو الاحتياطي او عواد ياخد مع ابو جبل شوية. فده يعني اللعيب الاولاني المفروض يكون يا اما موجود بره التشكيله خالص يا اما موجود حتى احتياطي لابو جبل، وده يعني اضعف الايمان. رقم 1 جنش. رقم 2 ان المفروض يكون خارج تشكيله الزمالك الاساسيه واعتقد الاحتياطيه كمان، ولكن خلينا نتكلم على التشكيله الاساسيه، وهو محمود علاء. محمود علاء وهو الشهير بمحمود اسيستات. محمود اسيستات ده هو اللي بيعمل، هو اللي عمل اسيست لمجدي قفشه في الهدف اللي جابه في دوري ابطال افريقيا، وسمعنا بقى خفه الدم وقضيه ممكن ومش قضيه ممكن بسبب محمود علاء. محمود علاء في مباراه الاهلي الاخيره هو برضو عمل اسيستات كتيره جدا، هو صانع البهجه للنادي الاهلي. فمحمود اسيستات اللي هو كان اسمه محمود علاء سابقا يقعد بقى على جنب شويه، وانا قلت الكلام ده كتير. محمد عبد الغني هو اللعيب اللي يستحق ان هو يكون متواجد جنب الونش، افضل مدافع مصري موجود حاليا محمد عبد الغني عائل. محمد عبد الغني بيبني الهجمه من تحت كويس، محمد عبد الغني كورته كويسه. فاللعيب التاني المفروض ما يكونش موجود في التشكيله الاساسيه بتاعت نادي الزمالك يعني عاجلا وليس اجلا هو محمود علاء. اللعيب التالت اللي المفروض ما يبقاش موجود في التشكيله
الفترة اللي جاية وهو أحمد أبو الفتوح. أحمد أبو الفتوح توسمنا فيه خير بعد ماتش سموحة والهدف المارادوني اللي جابه، إنما أحمد أبو الفتوح من ساعة الهدف اللي جابه ده مستواه في النازل، من ساعة ما جدد عقده وخد له 7-8 مليون في السنة وهو مستواه في النازل. اللي أنا أعرفه إن أنت بتاخد فلوس، بتأمن مستقبلك، بتعيش عيشة حلوة، بتعيش حياة حلوة، فخلاص أنت المفروض معنوياتك تبقى في السماء، تهتم بتدريباتك، تهتم بأكل عيشك، تهتم بالمباريات بتاعتك، إنما أحمد أبو الفتوح في النازل. عبد الشافي هو رجل المرحلة، عبد الشافي هو اللي المفروض بعد ما شفناه في مباراة حرس الحدود هو اللي المفروض يلعب، وهو اللي المفروض ياخد بشكل اساسي. عبد الله جمعه يا اما يبقى احتياطي ليه، يا اما عبد الله جمعه يلعب في نص الملعب زي ما شفناه في ماتش المولوديه، لعب في الطرف اليمين، عمل ماتش حلو قوي، ولما نزل كان ليه خطوره واضحه على مرمى المولوديه. اللاعب الرابع اللي المفروض يبقى خارج تشكيله نادي الزمالك وهو مفاجاه بالنسبه لحضراتكم، وهو فرجاني ساسي. فرجاني ساسي المفروض ما يبقاش موجود في التشكيله الفتره اللي جايه، مش عشان بقى مستوى فرجاني ساسي، انا معاك ان فرجاني ساسي ما بيظهرش في المباريات الكبيره، وانا معاك ان فرجاني ساسي المفروض لعيب مدفوع فيه باليورو عشان خاطر يعمل الفارق مع نادي الزمالك، انما فرجاني ساسي ما بعملش الفارق مع نادي الزمالك ولا بيعمل فارق في المباريات الكبيره. فرجاني ساسي للاسف هو لعيب خلاص مش هيبقى معاك الفتره اللي جايه، هو اللعيب مش هيبقى موجود معاك الفتره اللي جايه، فخلاص قعد بقى فرجاني ساسي اللي هو هتبص تلاقيه سايبك مره واحده، ونزل بقى محمود عبد العزيز، ونزل بقى اشرف رؤى، امام عاشور لما يرجع من الايقاف يخش جنب طارق حامد، انما فرجاني ساسي مش معاك الفتره اللي جايه، فخلاص انت ما تلعبوش، ما تحرقش زي ما يقولوا بنزين على الفاضي، قعدوا على دكه البدلاء الشهرين دول لان خلاص هو مش لعيب بتاعك. والله جدد برقم كويس ورقم معقول وعلى قد قيمته وعلى قد البطولات اللي جابها مع نادي الزمالك، جدد برقم معقول اهلا وسهلا، ما جددش برقم معقول قعدوا على الدكه الشهرين دول عشان خاطر هيمشي مره واحده يوم 26/6 فرجاني ساسي بالظبط، عقده بينتهي مع نادي الزمالك وهيرحل مجانا. فاتمنى ان احنا ندخل بقى يا اما محمود عبد العزيز يا اما اشرف رؤى، تعالوا بقى بينا نروح على اللعيب الخامس اللي المفروض ما يكونش موجود مع الزمالك في التشكيله الاساسيه. اللعيب الخامس بقى اللي المفروض ما يبقاش موجود معاك في التشكيله الرئيسيه، مش هقول لك ما يبقاش موجود، انما يلعب، والله ادى اداء كويس يلعب، ادى اداء مش كويس يخرج، حتى لو يخرج في الشوط الاول، وهو اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي شفناه في ماتش الاهلي الشوط الاولاني غايب تماما، مش موجود تماما وكانه لم يحضر. في الشوط الثاني يعني نوعا ما بدا اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي لازم يتعامل معامله الجيش، لازم يتعامل، هتلعب اهلا وسهلا، مش هتلعب اخرج، مفيش حاجه اسمها اشرف بن شرقي ما يخرجش، مفيش حاجه اسمها اشرف بن شرقي يلعب ال 90 دقيقه. اشرف بن شرقي ممكن تبدا بيه، انا ما عنديش مشكله ان انت ممكن تبدا بيه، لعب الشوط الاول كويس اهلا وسهلا، ما لعبش الشوط الاول كويس يخرج ما بين الشوطين زيه زي اي لعيب. اشرف بن شرقي من المفترض ان هو لعيب محترف، ان هو المفروض يصنع لك الفارق، ولكن بقالنا سنه من ساعه ماتش الترجي في السوبر الافريقي واشرف بن شرقي مش موجود، اشرف بن شرقي غايب عن فرقه نادي الزمالك، ده اللعيب الخامس. اللعيب السادس اللي المفروض بقى ما يبقاش اصلا موجود في ال 18 او ال 20 لاعب في القايمه بتاعت الزمالك لاي مباراه، وهو يوسف اوباما. يوسف اوباما انا ضد الناس اللي بتقعد تتكلم اصل التاكتكس، اصل بينزل، اصل بيعمل الاسيست مع نص الملعب، اصل هو المهاجم الوهمي، اصل هو اللي بيخش الصندوق، كل الكلام ده كله احنا بنضحك بيه على نفسنا. عاوز تعرف يعني ايه بلاي ميكر، بص على محمد مجدي قفشه. عاوز تعرف يعني ايه بلاي ميكر، بص على عبد الله السعيد من سنه او من سنتين. هو ده اللعيب البلاي ميكر اللي كل ماتش مؤثر مع فرقته، اللي في الماتش بيعمل فرصه واثنين وعشرة لزمايله، بل وهو كمان ممكن يكون خطر زي عبد الله السعيد زي ما قلت لكم، وزي مجدي قفشه بيعمل اسيستات لزمايله وبيجيب اجوان، ومجدي قفشه موجود على مدار ال 90 دقيقه. انما اوباما هو لعيب مثلا ايه الثلاث اربع ماتشات، هو لعيب ماتش يجيب لك جون، يعمل لك هدف، الكلام ده كله، يخطف لك خطفه في ال 90 دقيقه، انما بقيه ال 90 دقيقه انا مش جايبك ودافع فيك فلوس حضرتك عشان تلعب لي من ال 90 دقيقه اربع خمس دقايق عشان تجيب لي جون وشكرا على كده ويخش فيا اتنين وتلاته. فاوباما المفروض ما يبقاش موجود الفتره اللي جايه. بدلائه ممكن تلاعب في الطرف اليمين اسلام جابر، والله لعيب راجل وجمهور الزمالك ظلمه
واسلام جابر فعلا المفروض يكون متواجد الفتره اللي جايه، عمل مباراه حلوه جدا في مباراه حرس الحدود، ودخل يعني شيكابالا بلاي ميكر بدال يوسف اوباما، لعبها كتير شيكابالا. امام عاشور لما يرجع لك امام عاشور لما يرجع لك دخل امام عاشور هو اللي يلعب بلاي ميكر، برجله حلو على الجون، بيسدد، لعيب مجهوده كويس، لعيب سنه صغير. انما اوباما انه يكون موجود الفتره اللي جايه ده ضد رغبه جماهير نادي الزمالك. اللعيب السابع والاخير اللي المفروض ما يبقاش موجود مع نادي الزمالك وهو مين؟ احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو خارج نطاق الختمه. احمد سيد زيزو خلاص المفروض ما يبقاش موجود في تشكيله نادي الزمالك. مستوى سيء جدا، سلوك سيء جدا، استفزاز متكرر لجماهير نادي الزمالك. فأحمد سيد زيزو والده على القنوات الفضائية هو مش مركز، أداؤه سيء جدا، أداؤه وحش جدا، ما بقاش يصنع الفارق مع نادي الزمالك، وعاوز يمشي، وصل الأهلي، وصل أنا جاي للعين الإماراتي، لا أقعد بقى على جنب يا حبيبي. يعني بجد هو ده المفروض يحصل في نادي الزمالك، هيتصفوا اللعيب اللي مش هيلعب ويأدي يتصفى. لازم تعمل منافسة، لازم تخلق روح المنافسة. طول ما اللعيب عارف ان هو هيلعب هيلعب، مش هيأدي ومش هيديك. اللعيب مش هيلعب الا لما يلاقي مكانه مهدد، الا لما يلاقي مكانه اكتر من لعيب عاوز يخش وبيشاكس وعاوز ياخد في مكانه. انما اللعيب طول ما هو عارف ان هو مكانه محجوز عمره ما هيأدي. وانسى انك تاخد منه كورة. سبع لعيبة المفروض ما يبقوش موجودين في تشكيلة نادي الزمالك. ممكن اشرف بن شرقي هو اللي يبدأ المباريات او بعض المباريات، انما وحش يطلع، مستواه مش كويس في التدريبات ما يبدأش. ده العدل، والعدل هو اساس الملك لو انت عاوز تعمل فرقة قوية لنادي الزمالك. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي النهاية لو انت زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وتحليلات ما بعد مباريات الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.